صورة ولا متت ولا وين رحت؟ إعلاء لصوت الأسير الفلسطيني وليد دقة، والذي يعاني ظروفا صحية صعبة. أطلق الأسرى الفلسطينيون من داخل سجن نفحة الإسرائيلي حملة تضامن واحتجاجات نصرة له، مؤكدين أن خطواتهم لن تتكلل بالنجاح دون جهد ودعم شعبي متكامل. عشرات الأسرى تم استشهادهم في داخل السجون الإسرائيلية، فهان نؤكد كمان على أساس أن السلطة الفلسطينية تجعل من قضية الأسرى وقضية الأسرى المرضى في سلم أولوياتها قبل كل شيء، فأي قضية تفاوضية مع الاحتلال الإسرائيلي أن تكون هذه القضية هي القضية الأولى والأسمى من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأسرى. عشرات السنين قابعين في هذه السجون، فلا يجوز أن يعني أن تكون قضيتهم قضية يعني ثانوية أو تهمية. نصرة لمن قيدوا حريتهم لأجل حرية شعبهم، توافد الفلسطينيون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تلبية لدعوة الأسرى ونصرة للأسير دقة في محاولة إنقاذه من الموت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. ولمساندة الأسرى أطلق ناشطون حملة التغريد وتعميم باستخدام كل الشعارات والوسوم التي تفضح سياسة الاحتلال. اليوم كما شاهدتم جماهير غفيرة أتت إلى الصليب الأحمر إلى دعم أسرانا البواسل، وهذه الفعالية الحاشدة التي أتت اليوم هي دعما إلى أسرانا البواسل في سجن الاحتلال، وخاصة الأسرى المرضى، وخاصة دعما إلى الأسير المناضل وليد دقة الذي يعاني خطر الموت. لنا نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني سيستمر بفعاليته أمام الصليب الأحمر الدولي وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية، فعالياتنا دائما وأبدا مستمرة. 37 عاما وما زال الأسير دقة تحت قبضة الاحتلال، ويعاني من حالة صحية معقدة بسبب إصابته بسرطان نادر في نخاع العظم، فيما خضع مؤخرا لعملية استئصال، كما وفقد قدرته على النطق بشكل كبير، فيما تماطل إدارة مصلحة السجون في زيارة عائلته المطالبة بإطلاق سراحه فورا. عبد الهادي فرحات لقناة اليمن اليوم، قطاع غزة.